اليوم من خلال هذه الفقرة رد بالك معنا الدكتور أحمد إبراهيم البراملي. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير، كيف حال المشاهدين؟ شو أخباركم أنتم؟ تمام. نبي نعرف على نفسي. نعم. أنا دكتور أحمد البراملي، ميديكال ريبريزنتيف فور أبوت نوتريشن. نبي نعطي لمحة كاملة أو لمحة علمية على فوائد التغذية أو فوائد الحليب الطبيعي بالنسبة للسنوات الأولى من العمر. نعم، شكرا لك سيد أحمد البراملي، أنا سعيد جدا وشكرا لتلبية الدعوة. فالرضاعة الطبيعية للطفل أو الأطفال حديثي الولادة زي ما نعرفه، إن شاء الله يعني سوبر ماما حنعطوها دليل كامل من أهم عالم تطور رضاعة في الشهر الأول من عمره، ولكن دائما هناك فروق فردية بين الأطفال، وبعضهم في اللي يحب ان هو يعني في الرضاعة الطبيعية، في اللي يقول لك لا ما يحبش الرضاعة الطبيعية. ولكن هنا من خلالك انت حابين ان احنا ننبه كل الامهات، وهم يعرفوا ان الفائدة، ولكن حنزيد لهم معلومات دائما الرضاعة الطبيعية. تفضل دكتور، اعطينا ما يجول بقريحتك. اول حاجة نبه نتكلم عليه اهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. الجميع المنظمات العالمية المعتمدة والحيادية اللي ما تتبعش أي شركة خاصة زي WHO Recommendation والSBGAN والAmerican Academy of Pediatrics اتأكد إن الرضاعة الطبيعية أفضل تغذية بالنسبة للطفل. التغذية خلال المرحلة الأولى من العمر ينمو فيها البرين ديفلوبمنت بالنسبة للأطفال أكثر بثلاثة مرات من المراحل الأولى. نعم. يعني العلماء يقولوا إن السنة الأولى من العمر فيها الامبروفمنت بالنسبة للبرين ثلاثة مرات أكثر من الطبيعي. الدماغ يعني نمو الدماغ خلال مرحلة السنة الأولى من العمر يعني مهم جدا. نمو الدماغ هذا ما يجيش ألون، يعني ما يجيش بروحه، يعني في 60% من نمو الدماغ اللي نتكلم عليه هذا يكون معتمد على نوعية التغذية بالنسبة للطفل ونوعية الحليب أنا اللي مقدمه للطفل. نعم، هنا طبعا هنا حسب الام، احيانا في امهات حسب نوع التغذيه اللي بتتناولها الام، هنا بيكون اطفالنا هنا يقول لك لا ما تاكليش الماكولات الحريفه او الحاره باش ان طفلك ما يجيش. هنا نصائح منك دكتور، شن هي بعض المواد الغذائيه اللي ممكن تقدر ان هي تتناولها الام باش ان هي تكون رضاعتها صحيه لطفلها؟ أكيد نوعية التغذية بالنسبة للأم التغذية المدرة للحليب. نعم. تمام. أنا شن نبي نبو مدابينا نعطوا كمية أكبر من حليب الطبيعي بالنسبة للأم باش يستفيد منها الطفل. نعم. التغذية طبعا معتمدة أيضا على الخضار. نعم. بصفة عامة. نوعيات اللحوم، تنويع في الأكل من ناحية مثلا يوميا يوم ندير اللحم، يوم ندير مثلا لحوم بيضاء. نعم. يوم ندير سمك. نعم. تمام. هذه كلها التغذية هذه تحسن في إدرار الحليب. نعم. بالنسبة للأم. نعم. وطبعا حين ناخذ الفائدة من الحليب في بعض الحالات، طبعا الحالات الخاصة. نعم. اللي عندهم حساسية من حليب البقر اللي هو كاوز ميلك ألرجي. نعم. ينصحوا الأم من ينحوا او تمنع الام من شرب منتجات الحليب او اكل الحليب. باي اليمينيشن ده مشتقات الحليب اللي فيها حليب البقر، اللي فيها حليب البقر باش ان الطفل ينمو وما ما يسببلاش حساسيه بالنسبه لي حساسيه من الحليب اللي احنا خايفين منه اللي هو الكاوز ميلك ألرجي. فعلا. فهنا في طبعا الام دائما الابن في اللي يقول لك هذا يرضع طبيعي بطريقه كبيره جدا، هنا في تنظيم اوقات للرضاعه الطبيعيه اللي تعرفوها؟ اكيد تنظيم الاوقات معتمد طبعا على العمر. نعم. مختلف يعني الاوقات بالنسبه للرضاعه الطبيعيه من عمر مثلا طفل عمره شهرين مش زي عمر مثلا 5 أو 6 شهور. تمام. مبدئيا طبعا كل ساعتين ياخذ رضعه. تمام. بيكون مجهد بالنسبه للام، اغلبيه. نعم. الامهات يكونوا مثلا عندهم شغل او يكون مثلا خاصه فيكون مثلا الرضعات اللي تكون ليليه. نعم. الام ما ينتظمش نومها.
تمام. لما انت تخيل انت كل ساعتين بتكون في رضع، بعدين يدخل السبستيوشن او البدائل لحليب الام. طبعا زي ما نعرف دكتور احمد ان حليب الام 90% ميه هنا، فهنا ننصح الام ان هي هل تشرب كميات كبيره من الميه لتعويض هذه الميه اللي بتمشي للطفل، او ان ممكن تكون كميات عاديه جدا. الماء نفسه حاجه مهمه جدا للام. للام تمام. نعم. تحسين يعني ليه ما نجيش الام نقولها اشربي 5 لترات دفعه واحده. نعم. تمام، مش حيكون بنفت لان اغلبيتها حيطلع. تمام. التحسين الأوقات لشرب الماء مهم جدا. أنا مش أننا ناخد الكمية كلها في مرة واحدة. طبعا الوزن ليتور، أنا لما يكون وزني مثلا وزن الأم تكون وزنها 70 كيلو مثلا، مش زي وزنها 80 كيلو. نعم. كميات شرب الماء تختلف على وزن الأم. الأوقات اللي هي تشرب فيها ما دبها تكون أوقات مش بعيدة هلبة ومش قريبة هلبة. نعم. تمام. أه. أوقات تكون مناسبة. كويس. شرب الحليب شرب الماء يكون نفس الكمية، لكن نعم. تركز ان هي ما تنساش او ان هي تهمل موضوع الماء. اكيد. شكرا لك دكتور. هنا ننتقل طبعا الى من الرضاعة الطبيعية. عندنا طبعا نعرفوا ان في مكونات في الحليب الام اللي هي دهون، بروتين، اللي هي ماء وهكذا. هنا في تعويض لحليب الام بعد الفطام، بعد ممكن الام ما عندهاش ادرار للحليب، ممكن هنا ما عندهاش قابليه ان هي الطفل ان هو يرضع من الام طبيعي. هنا في مكملات غذائيه زي ما نقول او بديل هنا، من ضمنهم الحليب اللي هو احنا عندنا معاه دعايه هنا هو السيميلاك. نبغى نعرف اللي الحاجات المتوفره في الحليب هذا شنو هي ومكوناته وشنو الفائده منه. يعني احنا لما تناقشنا فيه الحليب هذا لقينا ان حتى استعماله اصبح في ذكاء للطفل. يا ريت نتمنى تعطينا فكر عليه. انني بنوضح للمشاهدين ان الحليب الموجود في السوق كله مش زي بعضه. نعم. في اختلاف في الحليب، كل شركه تحاول ان هي تدير مجهود بحيث تكون الحليب نتاعها او الفورميلا نتاعها قريبه جدا لحليب الام. حليب الام. خلينا نتفقوا. نعم. مع بعضنا ان ما فيش حليب لتوا وصل للإفكت متاع حليب الأم. نعم. تمام. نعم. والبدائل حليب الأم تدخل لما يكون حليب الأم ناقص أو لأسباب خاصة تتعلق بالأم نفسها. نعم. تمام. ميزة حليب السيميلاك عليه أدر فورمولا. نعم. باهي. أو الحليب الموجود في السوق باهي. الحليب السيميلاك مور كلوزر تو ذا بريست ميلك. أقرب حليب تو موجود لحليب الأم هو السيميلاك. نعم. أقرب شيء. من ناحية شيني أقرب شيء؟ من ناحية أولا الطعم. مرات الأم اللي نقدر نعطي مثلا تقولك الأم نعطي مثلا 3 رضعات والباقي ما نقدرش نكمل. بينها علاش نخسر حليب أمها أو حليب الأم اللي هو مور إفكتيف. تمام. نعم. نعطي حليب الأم ونعطي سيميلاك ما فيش أي مشكلة، مش زي الفورمينات التانيات اللي يكون مثلا فسطة نسبة الجلوكوز عالية أو يكون الحليب حلو. الطفل يمشي للفورميلا ويسيب حليب أمه. فاحنا اثرنا تاثير كبير على مصلحه الطفل. نعم. اللي هو ما خدش رضاعه طبيعيه، لكن ميزه السيميلاك عليه اي فورمولا موجوده ثانيه ان نوعيه الحليب نفسه الطعم بتاعها اقرب جدا لحليب الام. نعم. هذه اهم ميزه فسطه. واهم ميزه ثانيه اللي هو خالي من زيت النخيل. شنو هو زيت النخيل؟ نعم. أغلبية المشاهدين والمستمعين يقولوا والله زيت النخيل هذا شنو هو يتكلم عليه. زيت النخيل هذا عبارة عن زيت يمنع امتصاص الكالسيوم. مهما تكون كمية الكالسيوم موجودة في علبة الحليب ما يمتصهاش الطفل. نعم. أو يمتص منها جزء بسيط لأنه. نعم. يمنع امتصاص. نجحت شركة أبوت اللي هي الوكيل لسيميلاك إن هي تنحي زيت النخيل باش الطفل ياخذ امتصاص للكالسيوم بالكامل. تمام. يمتصه ويمشي العظام بتاعه بدل ما إنه هو يخرج ويطلع في الحفاض. نعم. إذا شكرا لك دكتور. حناخذ بعض الاتصالات ممكن للاستشارة الطبية من بعض المستمعين وبعض الرسائل اللي وصلت إن شاء الله. إذا حناخذ على 021-480-2021 أو 021-480-2370. أي أب أو أم حاول إن هو يستفيد من وجود الدكتور أحمد في الرضاعة الطبيعية والبدائل للرضاعة الطبيعية. ناخذ اتصال أول ونقول ألا السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو اتصال آخر يا ريت، لأنه ممكن الاتصال هذا
فصل ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ طه مره ثانيه. اهلا وسهلا بك صابرين، مرحبتين. اهلا بالدكتور. كيف حالك؟ شنو اخبارك استاذ صابرين؟ الو ايوه معك الدكتور يا صابرين. الو في تشويش في الصوت. لا نسمع فيك كويس يا صابرين، يا ريتك سؤالك للدكتور. سؤالي نسمع في الدكتور من بدري يتكلم يقول انا ما فهمتش بالضبط الحليب البقري، وهو كل الحليب المصنع هذا كله بقري، يعني يا ريت يوضح لي الامر. بس تحياتي لك استاذ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك على سؤالك. ناخذ قبل ما ناخذ الاجابه ناخذ مكالمه ثانيه باش ناخذ كل الاجابات في مره واحده. باهي اذا حناخذ مكالمه ثانيه. نقول الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك اخي الفاضل. الله يفضل عليك الشفاء والرضا ورحمه الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك، تحية طيبة. صباحية ليك انت يا طه، صباحية ليك انت يا طه من الصميم القلب. الله يبارك فيك ليك انت وللدكتور اللي في جنبك دكتور احمد البراملي. دكتور احمد اهلا وسهلا بك. ان شاء الله ربي يسعد ايامه ويزيد علم على اللي هو اللي فيه. ما شاء الله تبارك الحمد لله. الله يبارك فيك. علم الانسان ما لم يعلم. فعلا والله بارك الله فيك سيدي الفاضل. من والله لا منور يا تطاها، ليك وحشه يا تطاها انت. الله. مش عارف انا اللي ديما نشوف فيك هيك في الشاشه ونسمع فيك. نعم. حبيت نبي نتصل بيك. نعم. لكن قلت خليه توجي وقتها. جت وقتها. الله يبارك فيك. من معنا؟ جت وقتها مع الدكتور احمد هدايا دكتور الاطفال ملائكه الرحمن. ايه ربي يحفظك. عندما تأتي تدعى، عندما تأتي ساجدة إلى الله سبحانه وتعالى تسبح. نعم. ولا وطالب السترة. قال لك من سترها ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله. نعم. قال لك من ستر، قال لك لما تشيل الملائكة الرحمن من بطن أمها. نعم. كائن من المسبحين، من المسبحين هو من الساجد. شوف. نعم. الإنسان علم الإنسان ما لا يعلم، ما لم يعلم فعلا. الله أكبر. شفت كيف ولا لا؟ فعلا. شيء معناها يدعي ساجد، والابن الملائكة هذه زت ساجدة. نعم. والأم كان من المسبحين. نعم. شفتها كيف ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يسعد قلبي وقلبك وقلب الدكتور أستاذ أحمد هداي. الله. بس إحنا حابين نتعرف عليك أخي الفاضل، من معانا؟ يا سلام يا سلام. يقول لك المعرفة هذه كنز لا يفنى. أكيد بارك الدنيا نعم. وكنز لا لا يفنى في الآخرة. فعلا. بالأسامي بذكر الله بالمحياة بالدعاء بكل شيء. الله يبارك فيك. والله كلامك طيب. أنا والله سعدت بها الكلام. أنت تبي تعرفني. أكيد. من نتشرف. مشاهدين دعمك يبوا يعرفوني. مرات فيني مشاهد يقول لك عودي بالله منه. لا 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 نتشرف بك عزيزي. استغفر الله العظيم. لا 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 خلقه. لا لا ورضى نفسه وزنة عرشي ومدد كلماتي. استغفر الله العظيم بعدد خلقي اللي هم المشاهدين يشاهدوا فيك توا. نعم. استغفر الله العظيم بعدد خلقي ورضى نفسه وزنة عرشي ومدد كلماتي. نتشرف بك عزيزي بس. الله يخليك. الله يكثر من امثالك. يقول لك المعرفة الناس الاولى يقول لك المعرفة كنز لا يفنى. الله يبارك فيك. الدريس راو. شكرا لك. الدريس اللي بانوا في الشدة، الأبطال اللي بانوا في الشدة زي الدكتور تو اللي مقعمز هدايا با ولا. ايه. بيعطي نصايح. أكيد. فعلا يستفيدوا منه. يفهمن النصايح. فعلا. والله يبارك الله فيك. ايه والله ما عاد في حد بيتقبلهن يا راجل. كل واحد ماشي في تيار وكل واحد رافع تيار. وان شاء الله ربي يا طه ان شاء الله ربي نداعي ان شاء الله ربي يهدي النفوس. بس يا رب. الله يبارك ان شاء الله ربي الله يهدي النفوس. شكرا لك. وانا نورتني هلبه هلبه من كنت تكون نورتني بصدق بجد يعني. بارك الله فيك. مكالمه ثالثه ونقول الو السلام عليكم. الو صباح الخير. صباح الخير يا سيد ابو عمر. اهلا وسهلا بك يا طه. الله يبارك فيك. صباح الخير لك ولكل الكادر اللي معك. الله يبارك فيك. ولكل امهاتنا وابائنا وطلبتنا اللي امتحنوا توا ان شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم. الله يبارك فيك. بدي معك ضيف تقريبا. معنا الدكتور احمد البراملي اليوم نتكلموا على الرضاعه الطبيعيه والرضاعه البديله. هل عندك سؤال لي يا ابو عمر؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. كيف حالك استاذ عمر؟
نشرف بحضورك في القناة يعني. اللي شرف للرضاعة الطبيعية. نعم. طبعا ما فيش ما أحسن من الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل فهمت. أكيد. ولاحظت أن تو في الوقت هذا الأمهات بدوا يتبعدوا عليها شوية بحكم أنهم تلاقيها مرات تشتغل أو مدرسة وهذا، فلهذا تقول لك لا ما تعود بالشيشة وبس يعني العين. صحيح. فالرضاعة الطبيعية ننصح كل أم يعني ولو حتى لساعة. نعم. مخصصة لتوجيهها للموظفات أو لأعضاء التدريس. نعم. المدرسات مخصصين لمساعة لرضاعة للطفل، لكن توجيهها إنها تتبعد. ما نيش فاهم يعني شنو السبب يا دكتور. نعم وربي يوفقك. شكرا لك يا عمر. شكرا لك. وبالنسبة لموضوعك يا طه. نعم. التربية ولا اليوم ولا خصص اليوم بس توا عندنا فقرة رد بالك، يا ريتك تقدر تعاوننا أبو عمر في الفرق ما بين التربية الولد والبنت، وهذه نبي خبرتك فيها يا عمر. إن شاء الله ربي يوفقك يا طه وشكرا لضيفك. شكرا لك. شكرا لك. إذا حنمشي لإجابات الأسئلة اللي هي صابرين سألاتك دكتور أحمد. قلت لك أنت تكلمت على حليب البقر ومعظم منتجات الحليب اللي أو المنتجات اللي ناكلوا فيها من الحليب هي من الأبقار. أكيد. نعم. خلينا نتكلم عن حالات اللي هو special form of formula اللي هو شكل خاص من الفورمولا. تكلمنا احنا على الحليب العادي. نعم. لما نتكلم عن الحليب العادي اللي فصته بروتين الكاوز ميلك، اللي فصته البروتين الخاص بحليب البقر. في بعض الأطفال ما يكونش عندهم قدرة ان يديروا ميتابوليزم للبروتين، ما يقدروش يديروا هضم للبروتين هذا. نعم. او عندهم حساسية من البروتين هذا. نعم. تمام. نعم. البروتين هذا لما ياخذ الطفل تمام سبب له هلبة مشاكل اللي هو الاسهال او ترجيع غازز فوميتنج دايريا وحاجة زي. تمام. الاطفال هادم يقعد الاب يعني تايه. نعم. يستخدم الحليب كل الموجود في السوق وما يعرفش المشكلة. نعم. يعني ننصح الأباء لو كان صار أي ترجيع أو صار أي ردة فعل من فورميلا معينة ينعرض عليه الطفل، ينعرض على الطفل عليه الطبيب أفضل من إن نقعد نجرب له في عدة أنواع. مرات الطفل عنده نوعية حساسية من الطفل من الحليب بصفة عامة، أو يكون عنده كاوز ميلك ألرجي اللي هو حساسية حليب البقر، ويكون الأب مش عارف. تمام. خلينا نجرب هذا، خلينا نجرب هذا. الطفل خلال الفترة هذه اللي هو محتاج فيها تغذية سليمة يكون حقل تجارب، وهذا ما نبوش. تمام. فعلا. يكون الطفل الأب خاصة كان شاف الطفل عنده أغلبية الحالات يكون عندهم الكاوزميك أنرجي أو يكون عندهم ميتابوليك بروبلم أو مشكلة في عملية الهضم. يكون عندهم سويلينج يعني انتفاخ في المعدة. تمام. لو كان شاف الطفل الأب إن الطفل عنده انتفاخ في المعدة وما يتقبلش أي حليب، مش عيب إنه يعرض على الطبيب، خاصة أطباء وما أكثرهم ما شاء الله يعني أطباء الجاسترولوجي الخاصين بالجهاز الهضمي، ممكن تكون عنده مشكلة هو مش عارفها. نعم. تمام. ما نضيعوش وقت الطفل أو وقت نحن في تغذية الطفل خلال المرحلة هذه. أكيد. تمام. شكرا لك دكتور على التوضيح. وأيضا السيد أبو عمر يقولك ابتعاد الأمهات عن الرضاعة الطبيعية ولو، وينصح يعني من خلالك أنت ليش يبتعدوا ويأخذوا في البدائل؟ لأنها أسهل. 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 لأنها أسهل. أوكي. في حاجة تانية إن الأم تقعد تشاهد الطفل يعني لفترة طويلة ويحاول إن يترضع فيه، ونفس لو كان حتى في نقطة النبل نفسها، النبل اللي هي بيرضع منها يعني الزلباحة اللي نعم. بيرضع منها كويس. بالنسبة للطفل أسهل له. أسهل لما يأخذ الشيشة. أسهل من لما يرضع من أمه. تمام. فالأم خاصة لما يكون في طرد ما عندهاش كمية حليب كافية ترضع، تعطي شيشة أو تعطي من حليبها نفسها، لما يجي يرضع الطفل تحس فيه صعوبة لما يرضع. نعم. منها هي. أه. فهي تقول خلنا نعطيه شيشة وخلاص خلي يريح راسه. هذا الكلام والله أنا نتمنى أن الأمهات يجاهدوا نفسهم في الموضوع هذا. نعم. ويعطوا كمية أكبر بالنسبة للحليب، وفي ميزة أصلا من إعطاء حليب الطبيعي للأم نفسها. نعم. في ميزة مهمة جدا. أه. هي حتى يقولك تحسين في الوزن. أه. خاصة بعد الديليفري بعد الولادة تكون الأم عندها أوفر ويت. أه. وزن زايد وزنها. نعم. لكن بالرضاعة سبحان الله يتحسن وزنها، لأن أغلبية الدهون كلها بتنعطى بتعطيها الأم للبيبي. وفي معلومة أخرى أن الرضاعة الطبيعية هي بترجع حتى الرحم لوضعه الطبيعي. أكيد.
الفسيولوجية الجسم ترجع لوضعها الطبيعي، هذه الرضاعة الطبيعية اللي بتخلي فسيولوجية الجسم ترجع لوضعها الطبيعي. هذه حكمة الله في الموضوع سبحان هذا الله. ان هي ترجع الرحم للوضع الطبيعي وترجع حتى فورمة شكل الام. طبعا احنا الامهات يعني مدابها ترجع از نورمال يعني فعلا. لما ترضع الطبيعي يتحسن حتى في وزنها وشكل الفورم بتاعها زي قبل.